مشاهدي ام تي في، مرحبا بكم في بيروت اليوم، حيث يسعدني ان استضيف الكاتب والصحفي الاستاذ إلي صليبي للحديث عن ذكرى 13 نيسان وغيرها من المواضيع المحليه والاقليميه. الاتي ابرز المحاور: استمرار الأزمة الحكومية والنيابية الراهنة هل يفضي إلى تغيير في بنية النظام السياسي اللبناني؟ الذكرى 38 لاندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، فهل من يحفظ العبر؟ هل تقضي الحروب الأهلية على كل ما قامت الثورات من أجله؟ أستاذ إلي، أهلا وسهلا فيك بأم تي في. خلينا نبلش من هالمسعى المتعثر دائما لإقرار قانون جديد للانتخاب وابتداع الصياغ والاحتيال على القوانين القائمة، كثرة التحليلات، كثرة المواقف، كثرة المشاريع، الاقتراحات، التهويل بمشاريع لفرض الحوار ومن ثم الالتفاف، كل ذلك هل يعني أن الجمهورية في أزمة كمفهوم جمهورية؟ لكن الجمهورية بالأساس مثل ما أنا يعني بتخيلها، هلا هي مش بالضرورة تكون هيك، حاسسها مثل شيء زلمة حابب يرعب حدا، يعني بيطلع بيقعد على الشير. الشير كلمة فينيقية بس بعدنا نستعملها. هالشير بيبقى هيك، تعرف، قص لتحت، يعني أكثر من هاوية. هيدا الهاوية فيها يمكن متعرجات، بس هيدا الشير قص، يعني مجموعة صخور فوق بعضها لتحت. هيدا الزلمة في نبتة أو شجرة فيها قسم فوق الشير وقسم تحت الشير. شو بيعمل؟ بيجي بيقعد على غصن فوق الشير، بيصير يقص لمالة جوا تيرعب انه بس ينقطش الغصن رح يوقع. نحن عم نرعب بعضنا بهالطريقة. هيدا مثل، هو ذاته هذا الشخص افترضه وقع، تمسك بايد وحدة بالشير من فوق وشي صخرة. هيك الوضع تبع الجمهورية، عفرد ايد وما منعرف اي ساعة بتوقع. طيب ليش عاملين هيك؟ ما بعرف، يمكن بيقولوا لك انه هيدي نحن لانه وضعنا الاقليمي ووضعنا الدولي والبدكي. انا ما ببري حدا توني، تكون انا بقول لك توني مثل يعني نحن اصدقاء. نعتز بي فيك استاذ. الله يخليك. أنا بقول إنه من أول الجمهورية لهلأ ما عملنا جمهورية. أوقات بنسميها الجمهورية الثانية وبكرة بصير الثالثة وبعدين السادسة وبعدين العاشرة، بس نحن مش بأوروبا، نحن بالشرق الأوسط. نحن على خط زلزالين، الزلزال الأرضي يعني الانشقاقات الأرضية أو اكتمال الأرض تحت الأرض، والزلزال السياسي. وكل ما نحن حسينا بالزلزال من نحمل حالنا بنهرب لصوبة تسونامي، نهرب على البحر، بيقولوا لك روح اقعد على البحر. لا مش هيك بتنحل الامور. هذا جواب بس بسيط على سؤالك. نعم. حتى ما اخذ نعم، بس اليوم بالتحديد يعني من خلال الاخفاق مثلا بالتوصل لقانون الانتخاب، سببه بالدرجه الاولى عدم القدره على الاتفاق بين القيادات السياسية الموجودة، ولا برأيك الظرف الإقليمي يضغط على هؤلاء؟ الصراع السني الشيعي كبير أكبر من هؤلاء المسؤولين. يعني كنا بحرب الأنبياء، صرنا بحرب الأولياء. إذا عم نحكي عن الصراع الشيعي السني، أنا بعتقد أنه في مدير لهاللعبة. ما في شيء بالدنيا اسمه هيك لعبة بتدور لحالها. بعد الحركة الدائمة ما اخترعوها، لم تكتشف بعد، يمكن يكتشفها شيء لبناني، بس
يعني تقول انه هيدي بتدير لحالها هيك بصير تلعب؟ لا اكيد في لاعبين اقليميين بس كلهم بالاخر نقطة في دائرة اوسع في دائرة اوسع لنوصل عند القيصر. هلأ من هو القيصر نختلف، واحد بيسميه قيصر، واحد بيسميه اوباما، واحد بيسميه الصهيونية العالمية اللي بتلعب بالإدارة الأمريكية والبدك إيه ممكن، بس أكيد مش نحنا إلا لاعبين صغار وحشار بنقلوها من مطرح لمطرح. وإلا كيف بتفسر اللي صار؟ يعني من أزمة لا ما فينا نلاقي اسم، الاسم متعثر، الاسم مش موجود، وأي واحد بده يخلف الرئيس نشيب ميقاتي الى دغري هيك 124 صوت، ولو عشوائي اخذهم كلهم يعني لو ما يعني النائب سليمان فرنجي كان بده يسجل تحفظ كان اخذ 27 و28 اذا بدك. شو بتفسر هيدا؟ بركي ليش ما بيتفسر انه النظام السياسي اللبناني وتحديدا خلينا نعتبر من وقت ما انسحب السوري اللي كان ضابط اللعبة السياسية في لبنان، عند كل قانون انتخاب في عندك اشكالية طويلة، عند كل تشكيل حكومة بتاخد بين شهرين وثلاثة وصولا الى ستة، انتخابات رئاسة جمهورية، انتخابات نيابية، تشكيل حكومة، توزيع حقائب، عند كل استحقاق دستوري او سياسي عم يختلفوا بين بعضهم. هل الناقص الضابط ولا الإشكال في الضابط؟ الناقص الضابط. وإلا تتذكر أيام ما يسمى الوصاية السورية، يعني تخفيفا لكلمة احتلال، في ناس بيسموها المبادرة السورية، يصطفلوا، أنا ما عندي موقف. كان غازي كنعانسي مثل ما بده بيعمل واللي تبعه رسول غزالي، ما بهم الأسامي، المهم أنه النظام السوري كان ضابط إيقاع اللعبة أو المعزوفة اللبنانية الدائمة. نحن هلأ ما عندنا ضابط إيقاع، نرجع حتى ما نوقع بال... طيب هو السبب غياب هذا الضابط أو الحاجة إلى الضابط مرد نوعية الطبقة السياسية؟ هو مش لازم يكون في ضابط إطلاقا. نعم. بالمطلق. نعم. يعني الأوطان لا تبنى هكذا. إذا بدك رأيي الشخصي، شو هالوطن يلي بس تجي الكهرباء من أم زقير، هذا مش وطن بيكون. إذا كان شتت شوي الدنيا منفلت مجريرنا على بعضنا، هذا مش وطن بيكون يا حبيبي. وإذا كان نحن منفرح من أقل شيء ومنزعل من أقل شيء، مش وطن هذا. من 1943 لليوم نحن حيرانين عم نسأل شو بدنا نعمل بهالأرض اللي اسمها لبنان، وكيف بدنا نخدق لنا ونسحبها لعنا. ساعة بنعمل فيها مارونية سياسية، ساعة بينحكى بالسنية السياسية، وبعدين بينحكى بالشيعية السياسية. أكيد نحن مش هذا الوطن ومش بحاجة لضابط. بس حتى بالفترة اللي سبقت الحرب وحتى خلال الحرب أستاذ إلي، أي حرب؟ الحرب اللبنانية 75 لليوم، لا اتفاق الطائف، وحتى فترة الوصاية السورية، كان بهالستين سنة عند كل تغيير حكومة يتم الأمر بسرعة، انتخابات رئاسة الجمهورية كانت تتم باستثناء 88-90، كان عندك انتخابات نيابية متتالية منتظمة. وين هاي بالحرب؟ لا لا، بال43 لل75 كانت تتغير الحكومة، يعني يمرق أيام تتشكل حكومات، ربما كل الناس تذكر إيه، بس احنا بأي زمن كنا؟ ما حسب، ما كل مرة كان في والي في المنطقة، كان في والي. شو عم ننسى نحن بالستينات مين كان يحرك الشارع البيروتي؟ نعم، بس كانت الحكومة تكون بدها تدخل تتركب ولا كانت بالعمل محليا؟ الوزراء كان بدهم التي يتركبوا، أما النادي فهو ذاته يعني، وكلهم ولاءهم بالآخر للوالي. ليش عم نكذب بعضنا طول؟
يعني البلد منه راكب هيك، مش ضابطه معهم يعني بصراحه، مش ضابط البلد هيك. نجي بنقعد على هالطاوله بنصير نحكي نحكي، بدنا عاميه انطلياس من جديد، مش طاوله حوار. يعني اللي بده يقعدوا على الحوار ما هن اللي عم يتخانقوا، اللي قاعدين على الحوار هن المختلفين على هويه لبنان السياسيه، مش عم بحكي الهويه يعني الانتمائيه، مختلفين على قانون الانتخابات، مختلفين على سلاح المقاومه، مختلفين اذا بدك على الكبيره والصغيره. طيب هن هودي بدهم يقرروا مصير اجيال بدها تجي. طيب ما هن المختلفين، اما اللبنانيين الاخرين اللي عم يشربوا ارجيلي على البحور، ما هودي عم يتفرجوا على التلفزيون يعني ناطرين شو بده يطلع. ما طلع شيء ولا رح يطلع شيء توني صدقني، لانه بعده هيدا اللبناني مسك بشير بايد وحده، ما في حدا عم بمد له ايده من فوق، من تحت ما ينتظر حدا. وهذا بينطبق على الاقليم، يعني بينطبق على الوضع الاقليمي. اذا ناطرين انه السوريين يساعدونا ما بيقدروا، بدهم مين يساعدهم؟ اذا متكلين على مين يعني؟ على السعوديه تساعدنا، على ايران تساعدنا؟ ما كله في تازم، في حق الحاله مأزومه بالشرق الاوسط. طيب بالنسبه للحاله اللبنانيه هل يمكن عزلها؟ لا، ما ممكن نقل عنوان لبنان البريدة، يعني ما فيك تقول لبنان أوروبا، لبنان أستراليا، لبنان أمريكا، لبنان أي قارة بدك، وبالتالي كل شيء بهاي المنطقة رح بضل خاضع نعم لهالقضايا. وطالما أنه نحن كلبنانيين عنا حلم التبعية، نحن منحلم بالتبعية، نحلم حدا يساعدنا، نحلم حلم. خد كل امثالنا الشعبيه كلها متكله على حدا تاني، اوقات نتكل على رب العالمين، او اوقات نتكل على الحضرة، شي بيتكل على فاطمه الزهراء، شي بيتكل على ما بعرف مين. مش هيدا وضعنا؟ طيب شو بنعمل؟ طب السؤال هلا يعني يجب انتظار ماذا؟ انتظار حل للشرق الاوسط. هلا الحل للشرق الاوسط بده عقود. نحن فينا نقعد عقلين عقود هون السؤال. يعني لما واحد مثل مسؤول امريكي قريتها انا اليوم بيقول انه بسوريا الوضع بده عقود. طيب بيقول بده عقود، واحد امريكاني عم يحكي مش انا، عم بيقول عقود يعني عقود كل عقد 10 سنوات. انا بعرف عقود يعني لازم يكونوا اكثر من ثلاثة وبالطالع. ولكن هل بلبنان بالنسبه للحل قادر لبنان يعزل حاله؟ في كثير ناس بيعتبروا انه على الاقل لو في قوه جاذبه الى الداخل اللبناني تجذب الطرفين. قوه مثل شو يعني؟ قوه غير مستقله يعني الفالق السني الشيعي اللي قاسم البلد. حاولنا بالحرب معك، في ناس طرحوا الفيدرالية، في ناس طرحوا التقسيم، في ناس قال لا 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 اتركوا اللبنانية الله يرحمه صاحب السلام، قد ما بدهم يبوسوا بعضهم بدهم يخنقوا بعضهم. ما شفنا حدا اختنق، بالعكس. اليوم التغيير هل هو ممكن برأيك؟ لا مش ممكن. لا انا ماشي. في ناس بيعتبروا انه اليوم اذا ما صار في انتخابات نيابيه ما صار في تشكيل حكومه، في وبالتالي كمان ما راح يتم انتخاب رئيس جمهوريه، فراغ في الفراغ. وفي ناس يراهنون انه هذا الفراغ سوف يفضي الى مؤتمر تاسيسي جديد، الى اعاده نظر بال ليش هيك ومش العكس. هذا الفراغ قد انت بتعرف الاملة التفريغية، هاي الاملة الفراغ، هاي بتكب املة انت بهبط بيت لانه بتفضي، مش هيك؟ الفراغ كمان بيعمل تدمير. ليش بدنا نعمل تأسيس؟ خي الناس، خلينا نكون استاذ انطوان واضحين، مين هن المنظرين الكبار في السياسة اللبنانية؟ خلينا نحكيها بصراحة، نطلع عم نشوف على التلفزيونات مئات الساعات أسبوعيا،
مئات الساعات، كله تنظير وتبصير، وبكرة وبعد بكرة وجمعة الجاي ورح تتأجل، لا رح تتبك، رح يصير مدري شو. طيب يا خي، طيب انتم من بديهيات الأمور تعرفوا انه مش انتم اللي لازم تعملوا، مش انتم الشعب، مش الجمهور، الشعب. كل واحد عنده جمهوره، يعني مثل المطربين، كل واحد عنده جمهوره. ولا انا غلطان؟ هيك الوضع. حفلة زجل. حفلة زجل، واكثر الزجل بعده حلو، تسمع اوقات شيء حلو، بس هون كله مر. طيب يا خيي، طيب ليش بده يصير هيك؟ خيي ما فيش مثقفين بالبلد؟ انا حطني على جنب، رايح لغير بلد، يمكن رايح على غير منطقة. انا ما بحكي بشر حتى نحن ناخذ مطرح حدا، يعني بكره بتشوف شو رح يصير. وجيبوا وزراء التكنوقراط على السياسة، بكره بتشوف هالتلوينة الحلوة. إذا بتجيب بيكاسو خي ما بيقدر يرسمها. أحكي بصراحة، لازم نصارح هيدا ابن سلام، نصارحه الحقيقة. نحن مش مقتنعين خي إنه رح يقدر يعمل انتخابات مثل ما بحب الرب والعبد تصير. ابدا ما رح تصير هالانتخابات، بده يضل في شراء ضمائر واصوات والبدك ايه. اكيد بده يعمل انتخابات الواحد، هاي انتخابات. طيب ليش ما بيمددوا لحالهم انه بينضر النايب اذا تمدد له؟ يعني رئيس الجمهورية خي بينزعج اذا تمدد له سنتين وثلاثة. تعتبر التمديد اهم افضل من الفراغ؟ لا لهم، ولا شو لا لبنان؟ لا لبنان، لا مش فراغ. لا لبنان انا مع عامية. شو كيف عامية؟ يدعوا اللبنانيين ويلتقوا بانطلياس، مش بانطلياس، يلتقوا بالعقورة خي، يلتقوا بحرش الصنوبر، وين ما بدهم يلتقوا، بس يلتقوا اللبنانيين وقدموا المشروع. ما بتشوف الا مسقفين بيطلعوا على التلفزيون، بتشوف محللين وهذا ويلا بزتوا، هيدا بيمشي مع فلان وهداك مع فلتين. نحن ما فينا نتبع حدا بقى. طيب هل تعتبر ان الميثاق الوطني بأزمه اليوم؟ اكيد، لانه كان الميثاق الوطني كمان حكي اللي بحكي لك، ستة وستة مكررة، سيس بيس سيس، شو هالحكي؟ البلد بده غير مفهوم. بكرة جديا يعني بعد شي 50 سنة العالم وين بيصير؟ ونحن وين بنكون بعدنا؟ نحن عم نرجع على الجاهلية يا حبيبي. نحن هلأ بدو رحل بالصدق. أنا هيك شايف الصورة، يلي شايفها أحلى يرسم لنا إياها. والله أنا بحطها بالسالون عندي، يرسم لي صورة لبنان الجميل. وينه لبنان الجميل؟ وينه؟ أصلع مثلي، ما في بقى شجر، ما في بقى سهر، ما في بقى اصطياف، كله حكي من مطرح ونزول. ما في بقى شيء اسمه عقل يفكر يخطط بنظم. خي الاقتصاد بيستلموا ناس مش اقتصادية، وزارة الصحة بيستلمها واحد ما له علاقة بالصحة، وزارة التربية بجيبوا لوزير يعني ساقط بالبكالوريا مثلا. طيب انه ما بتصير هيك الاشياء، خلاص خلينا نعمل دولة حديثة. والحداثة لا تأتي من الرؤساء، حداثة تأتي من الشعب. يعني شعب ولا النخب؟ ما في نخب بلبنان مع الأسف. في شعب بشك؟ نعم بشك، لأنه هالشعب بس تدعيه بيمشي. يعني بس الكاميرا اللي ناقصه مين بده يدعي؟ ناقصه النخبة المطلوبة. لا ناقصه بطل. بتأمنوا الأبطال بعد؟ ايه، ليش ما بتأمن بالأبطال؟ أنا
بايمن بالابطال بتقلي لا، بقول لك معك حق يمكن، بس انا بايمن انه في حدا بده يطلع يقول منو هالحدا. طيب عندما ترى ان اللبنانيين ابطال بين مزدوجين في العالم بالثقافة بالصناعة بالاقتصاد بالمصرف بالكتابة بالفكر، وبتشوف هيك الوضع بلبنان، الى ما ترده؟ الى تهجير الادمغة. منظم العملية ولا سائبت نتيجة الظروف؟ لا، في اجماع اذا بدك بين اصحاب النوادي السياسية، اكيد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لطرد كل عقل من الجسد اللبناني. صدقني هيك يا طول، يعني انت بتخرج 3000 او 4000 طالب اعلام بالسنة، مش هيك؟ وين بيروحوا؟ لو انا عم تبعتهم شو يشتغلوا؟ اللي محظوظ محظوظ بيطلع بيقرأ له نشرة اخبار، اللي مش محظوظ بيروح بيشتغل مخبر عند شي وزير، مخبر عند وزير بيسمي حاله قال مستشار، بس هو مخبر. رح نتوقف استاذ علي مع فاصل قد ما بدك، من بعده نتطرق الى الذكرى 38 للحرب اللبنانية، عن الدروس والعبر، نتكلم ايضا على الثورات العربية والوضع الإقليمي، هذه المسائل مع أستاذ إلي صليبي بعد الفاصل. نتابع مشاهدينا الأعزاء هذا الحوار مع أستاذ إلي صليبي الكاتب والصحفي. أستاذ إلي، بعد 38 سنة أنت كنت بقلب الحدث، كنت صحافيا مهما بارزا، اليوم بعد 38 سنة أول انطباع عندك، هل اللبنانيين أخذوا دروس وعبر من الحرب؟ في ناس بيقولوا ايه نتيجة انه لك قديش الأحداث قوية بلبنان والمنطقة، ومع ذلك أحدا لم يأخذ مسؤولية إشعال الفتيل، وفي ناس بيقولوا لا، لأنه كمان بعدهم مش عم يعرف يروحوا على الدولة اللي حضرتك أشارت لها. شو رأيك؟ حدد لي السؤال، هل تعلموا أم لم يتعلموا؟ في منهم تعلموا، في منهم ما تعلموا. المؤسف إنه عادة المتعلمين بيحكمون الجهلة، والجهلة أو بيكونوا من الأساس ما تعلموا أو بيتجاهلوا، بدها شوية تفكير القصة. أنا بعتبر إنه اللبنانيين ما رح يعملوا بقى حرب، يعني تعلموا؟ لا، لأنه بعد الحرب مستمرة. بس بشكل غير عسكري بعد. إيه، ليش الحروب؟ في حروب بالأسلحة، في حروب بالاقتصاد، في حروب بالمراسلة، بكل أنواع الحروب موجودة. يعني نحن ما عملنا هدنة مع حالنا، ما عملنا إذا بدك توبة جماعية، ما عملنا. الطريقة الأفريقية، يعني جنوب أفريقيا مثلا، توبة جماعية خي، مين بيسترجي مضيع توبته؟ نتحدى، مش هيك؟ نتحدى. طيب استاذ علي، قيل الكثير خلال الحرب انها كانت حروب الاخرين على ارض لبنان، اذا الله يرحمه استاذ غسان تويني كان يقول، في ناس بيقولوا لا، هذه حرب لبنانيين بين بعضهم كانوا عم يعملوها نتيجه مشاريع طموحات، في ناس بيعتبروا انه مزيج من الاثنين، شو خلاصه؟ لكن 13 نيسان الاحد 1975 كان يوم احد، كان عندي أنا برنامج بالإذاعة وبرجع، كانت الساعة أنا بيخلص البرنامج 10، كان لازم كون بالبيت لأخذ الأولاد
غديهم بس عندي ترويقة قبل. مرقت بعين الرمانة لأنه بيتي كان هناك. مرقت حد شارع بيير الجميل مش بالشارع زيته. شفت تجمع قلت شو في هون؟ سألت واحد يعني قال لي خي كانوا هون بالقداس الشيخ بيير الجميل أوص واحد بيقولوا مرافقه. أنا ما أخذت وعطيت. مرقت حكاني الياس معالي الوزير عم بنسى صرت شو لا بس أي يعني كان كتائبي لا 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 صهر الرحامي حنا الياس حنا أنا بعتذر منه أنا بنسى صرت أسامي هذا العمر شيخ شباب لا يمكن بالأصل ما لازم أقول اسمه يعني كان عزمنا على ترويقة عنده قصبة نية وهيك إشياء وبصلة تضربها بالإيد وكنا مبسوطين إنه رح نعمل هيك. مرقنا تروقنا الأولاد بقيوا بالبيت بعدين زمرت له نزلوا لأنه بيتنا كان بوجبار ورحت على بداره تغدينا ورجعنا نحن وراجعين حبيبي بمرق ورا البوسطة تمام اللي تسببت كما قيل الحرب اللبنانية. بأكد لك أنا ما بعرف حدا منهم لأنه أنا ما كتير بختلط كانت مع الناس لدواعي شغل بس مدامتي من هنيك وبتعرف الوجوه واحد واحد قالت لي كل اللي عم بيقوصوا مش لبنانية فيما بعد فإذا مين كانوا مش من عين الرمان والبوصة اللي شفناها ناس عم بيقوصوا على ناس ناس بتوقع من البوصة وبتموت هك. بتقلي حرب لبنانية حرب مفتعلة بلبنان أوكي أنا بوافق. أنا ياسر عرفيت شخصيا 1987 في بغداد عملت مقابلة معه للمؤسسة اللبنانية للإرسال اللي كان اسمها LBC صار اسمها LDC صار ما بعرف شو وين صارت يعني ما بقصد الملعنة ولا الشيطان يسوى بيقول لي ياسر عرفات أنا أعتذر من كل اللبنانيين لأنني افتعلت الحرب في لبنان إلى على الهواء وكان فكرنا نعمل دولة فيه. طب واحد بيقول لك هيك بتقول لي حرب لبنانية بس خلصت كل منظمة التحرير انتهى دورة بلبنان بين 82 وال 84 بالشمال لو كان ذلك فمن فقط دخل ذلك فمن دخل على الخط دخل السوري ودخل الإسرائيلي ودخل كل حدا بس إنه لو ما كان في عناصر قابلة للتفجير اليوم ما عندك لا فلسطيني أو يمكن بالمخيمات بس مش داخل بالمعادلة السياسية بشكل مباشر ما عندك سوري صار برات لبنان والإسرائيلي برات لبنان حضرتك عم تقول الحرب مكملة أكيد بمعنى أنه منا بقى حرب الآخرين في مسؤولية في دور على اللبنان وفي آخرين وفي آخرين بالوسط في آخرين طوني بالوسط ليش عم هلا أنت لما بقلوا لك أنه في تحريم السلاح من وإلى مين عم يعمل عنه أنت مش لبنانيين اللي عم يعملوها برأيك في لبنانيين وفي غير لبنانيين يمكن انا لما ما في انا دافع عن انظمه او عن شعوب واتدخل بسياسه لدوله مجاوره منيح بس انا كمان ما بقدر شوف شو عم بيصير لما بيقولوا لك بدها تاخذ عقود شو يعني شو حصانتك انت لكين بقى هون لا بتنشر جيش على حدود وبتحط واحد بالحبس بعد 3 ايام بتطلعه وفي ناس حطتهم بالحبس وما بتحكمهم
وفي وزراء بيحكوا بشبقوا بخبطوا وملفات مسكرة. طيب بعدين محكمة دولية خي مش هيك قد ايه لها تتذكرها؟ صار لها 7-8 سنين. شو عملي؟ هلا بيقولوا صارت بالخطوات المرحله الاخيره لبدء المحاكمه. طيب ليش ما بتعطي حيلها مهلي بعد؟ ما كله عم يقبض مصاري خي ومرتاح وضعه وعايش مبسوط وعم بيأرجل وما عنده مشكله. الدوره على هالمعطرين يلي عملوا لهم زودات المعاش وطيروا لهم اياها بربع ثانيه. انت قبض زودة معاشك من هون رحت على السوبر ماركت حطيت فوق منها ولا انا غلطان؟ طيب وين شو عملوا لهم؟ الحرب بلبنان بعدها مستمرة الى ان تستقر المنطقة. شو بعرفني بكرة انا شو بده يصير بالمنطقة؟ انا مش بصارة براجة ولا انا من اللي بيحللوا، عارف كيف؟ انا بشوف قدامي بالواقع بس، حطها بلون وار وايد، شوف كيف هي الخريطة ماشي. نعم. من جنوب السودان إلى لبنان. اليوم اللي عم بيصير بالحراك بالعالم، هل يمكن العالم العربي هل يمكن أن يؤدي إلى حل أزمة المنطقة؟ حراك؟ هالحراك اللي ناس بتسميه ربيع، ناس بتسميه حرب أهلية، ناس بتسميه ثورات، ناس بتسميه انقلابات، ناس بتسميه استيلاء الإسلاميين على السلطة. هل يمكن هذا الحراك اللي سوا يؤدي إلى حل أزمة المنطقة؟ هل تحل أزمة بخلق أزمة أكبر منها؟ هل تحل الأزمة بأزمة؟ هل أنت فيك تعطيني حل لأزمة غير موجودة؟ هلا لما بعطيك بدي اعطيك دون نيم هيك، بدي اعطيك اللي نسميه اساسات البناء اللي بدك تبني عليه حلك، هل هي موجوده هالاساسات؟ طيب انه شو عملنا بمصر مثلا؟ شلنا الملك فاروق وعملنا ثوره معك، رجعنا حنينا على عهد الشخص الواحد مع مين؟ مع الرئيس عبد الناصر يلي كان عاصفة، حقيقة عاصفة ما فيك ما تعجب فيه. بيرجع بيجي السادات بيعمل اي اتفاقية السلام المزعومة يعني، ويأتي من بعده وحسن مبارك بيقعد 40 سنة خي هيك مرتاح ما عنده مشكلة، وهلأ عم بيفكروا يطلعوا مش هيك؟ طلع بريء الزلمة. نحن كنا من زمان إذا عم نرجع بالتاريخ بعصر الخلفاء الراشدين، نحن اليوم بعصر الخلفاء غير الراشدين، يعني ما في ما عم يعرفوا شو بدهم يعملوا. طيب ايه ليه بدك تسميها ثورات؟ انت هاي ثورة، هاي بمصر بتروح بتحرق كنايس هاي ثورة، بتروح بتقتل اقباط هاي ثورة، او الاقباط بيرجموا هو الاخوان المسلمين هاي ثورة. هل اللي عم يصير بصيدا نواة ثورة؟ اللي عم يصير بطرابلس نواة ثورة؟ وين الثورة؟ ما في ثورة. الثورة بدك هي رجال فكر مثل ما عملت الثورة الفرنسية. مين عملها؟ مين عملها؟ اليوم الدكتور فواز طرابلسي بصحيفة السفير بيقول هل تفشل الثورات حين تتحول إلى حروب أهلية؟ نادرة هي الحروب الأهلية التي ينتصر فيها طرف على آخر، معظمها ينتهي بتسويات سياسية، ولكن لتتم تسوية سياسية يجب أن يقتنع الطرفان المتصارعان أن أيا منهما لم يعد قادرا على الحسم والانتصار العسكريين. هذا ما حصل في لبنان وعم يحكي عن سوريا. يمكن القول بالثورات يحاول المجتمع الشعب تغيير النظام القائم، وبالحروب الأهلية
يحاول النظام تغيير الشعب المجتمع برده إلى جماعات أهلية متناحرة أو بإعادة إنتاجه على خطوط قسمة أخرى ليستطيع إعادة السيطرة عليه. هل توافق على هذه؟ بوافق أكيد، لأنه عم يستشهد أولا بالتاريخ، بس طبعا في حروب أهلية انتهت بغالب ومغلوب، قليل قلة يعني، بس معه حق إنه في أنظمة بدها تغير الشعب. يعني النظام يريد إسقاط الشعب بعدة مطارح. البطريرك الراعي استاذ إلي امبارح بمحاضرة له بالمعهد الفرنسي أستيتو كاثوليك بيقول انه زوال الأنظمة التوتاليتارية في الشرق الأوسط قد يفتح الطريق للتطرف الإسلامي تحت ستار تبني الديمقراطية والإصلاح السياسي، تماما كما حصل في العراق ومصر وما يحصل في سوريا. تعرف هذا الكلام أثار وشبيه له أثار العديد من العواصف، بحيث أنه اعتبروا أنه غبطة البطريرك يتناسى أنه في شعوب مظلومة تسوق إلى الديمقراطية. إذا أنا كانت من الشعب اللي بده يغير هالأنظمة أكيد بدي مش انطعد، اتساءل ليش عم بقول هيك، بس هو بيعرف ليش عم بقول هيك أكيد. هذا رجل يعني بيكون عنده المعلومات وعنده المعطيات، ما بيكون رأي هيك مثل ما بينتعوا السياسيين نتعات ببعض الأحيان، بس يمكن ما بوافقوا الرأي. أنا أساسا من المشكلة قلت لك لماذا يتدخل رجال الدين في السياسة، هن أنجأ يقنعونا بعد أن الدين يصلح من دون إصلاح. بدنا إصلاحات حتى في النظرة إلى الدين. معلش أنا ما بدي دخلك بهالموضوع. نعم، بس كمان بالمقابل بذكرك باللي قاله غبطة البطريرك هزيم الله يرحمه، بيقول بسنة 2000 و2001 أنه ربما رجال الدين يتكلمون في السياسة لأن رجال السياسة لا يتكلمون كما يجب في السياسة. كان عارف عن مين بيقصده، وين إلى يعني بظرفة كانت مظبوط. بس بتعتبر أنه كمان رجال السياسة، محطتك كمان أشارت إلى تقصير فاضح وكان نقدك لاذع أيضا لمين؟ لرجال السياسة. أنا ما بهموني رجال السياسة بالإذن، ما بهموني رجال السياسة أنه يسمعوني وياخدوا برأيي. أنا عم بعطيك مواطن شو عم بحس يا أخي. طيب ليش بس تقرب الانتخابات بيكتر الزفت؟ ليش بس تقرب الانتخابات بصير في ألو سر ما بعد مين أدع عليها الصبق صوتات؟ ليش حطوه نحن مدفع عنه وإلى آخره؟ طيب في كتير إشي عم بتصير غلط. طيب شو اللي حضرتك تعتبره مش دقيق بكلام يعني ما بتوافق الرأي غبطة البطريرك؟ أنا مع شعوب، مع احترامي لرأي صاحب الغبطة، أنا مع تحركات الشعوب، أنا مع الثورة الجديدة إذا بدك، حتى لو أفضت إلى ما أفضت إليه. هاي مش ثورة كانت، خلينا نعتبر شو هي الثورة. قلت لك أنا الثورة بده يكون في وراها رجال فكر مش رجال سياسة. الثورة بدها تبنى على فكر على فلسفة، مش ثورة هيك. أستاذ إلي صليبي الوقت دهمنا، شكرا جزيلا لحضورك معنا لحضورك معنا اليوم، ونشكر أعزائنا المشاهدين للمتابعة، ودائما منذكرهم أنه بإمكانهم متابعة آخر الأخبار عبر صفحتنا MTV Lebanon News على موقع تويتر، وMTV Lebanon على موقع فيسبوك، وعبر موقعنا الإلكتروني mtv.com.lb. شكرا وإلى اللقاء.